انتي المنظمه ديال الخبراء الانترناسيونال ديال الخبراء الدوليين التابعه بطبيعه الحال المملكه الهولنديه. هذا اللقاء جاء نتيجه ديال اللقاء اللي تم في الاسبوع او الاسبوعين الفارطين، بحيث انه الحمد لله كان اجتماع ناجح في القنصلية الهولنديه في الناظور، والزياره اللي قام بها السيد المستشار ديال السفيره الهولنديه في المغرب المكلف بتنميه الفلاحيه على المستوى المغاربي، كانت يعني زياره ناجحه بامتياز. لان من بعد يلا هذه واحد اليومين اتصل بي السيد ال سي وقال لي هذوك لي فيديو ديال نيكولا وديال الزياره ديال الوفد لواحد العدد ديال الضيعات في زيوم، شافوه اكبر عدد ديال المهتمين بهذا المجال ديال التعاون الدولي، والله اكبر، واتصلوا به يعني على عده مستويات. كذلك السيد المستشار ديال السفيره الهولنديه، يعني تنظيم ديال اخوان ديال زيوم والزياره ديال الضيعات خلا واحد الاستقبال اللي قاموا به الاخوان خلا واحد الانطباع في النفس ديال السيد المستشار وفي الوفد الهولندي كامل. ونتيجه هذا اللقاء هو هذاك اللقاء ديال نيكولا في الاسبوع الفارط. اليوم طلب مني السيد ادريسي تقريبا حتى الساعة يعني الثانية بعد الزوال، قال لي ودي راه ضروري خصنا نديرو شي لقاء اللي نحدو فيه يعني التصورات ديال الفلاحة وديال الجمعية وديال التعاونيات وديال الفاعلين اللي كاينين في هاد المنطقة ديال صبرا، باش لأنه هو غادي يكون عنده واحد المدة ديال تقريبا واحد الشهر مغاديش يكون في المنطقة نظرا للالتزامات اللي عنده على المستوى الوطني. واضطرينا ما عندناش شي وقت، قال لي واخا غير شي شويه ديال الاخوان حاولنا باش اللي اتصلنا به راه الحمد لله حضر، وكنشكركم على تلبيه الدعوه وعلى الحضور. انا بكل صدق انا جد يعني مسرور بالكيفيه اللي بدينا نتعاملوا بها مؤخرا في المنطقه ديالنا مع المجال الفلاحي ومع استشراف المستقبل والنظر لما هو افضل لهذه المنطقه ديالنا. لان عشنا واحد العدد ديال السنين وحنا كنشتغلوا بواحد الطرق يعني فرديه منفرده كل واحد كيفاش كيشتغل. اليوم الحمد لله مع هذه المنظمه ان شاء الله ومع الاهتمام اللي قايمه به السفاره القنصليه ديال الناظور الدرجة الأولى والسفارة الهولندية ديال المغرب بصفة عامة والسيد القنصل العام الشرفي السي العربي سلامة اللي كان يعني حريص على أنه غادي يكون معنا في هذا اللقاء وكيعتذر في آخر المطاف، ولكن أنا أكدت للسي الإدريسي على أنه لابد بعد ما غادي نوضعوا الخطوط العريضة ديال نوعية التعاون ونوعية الاشتغال مع هاد الإخوان لابد غادي ننظموا شي لقاء اللي يكون يعني في المستوى الكبير لكلشي الاخوان ديالنا في الفلاحه يكونوا على علم، وتدار واحد اليوم دراسي يحضر فيه القنصل العام الشرفي ويقدر يحضر فيه السفير ديال دوله هولندا ويحضروا فيه الخبراء ويحضر فيه الاطر ديال وزاره الفلاحه، وعلاش لا الا كان على واحد المستوى عالي من التنظيم ويحضر فيه اما السيد وزير الفلاحه او السيد كاتب العام ديال الوزاره، المهم يكون يعني مسؤول على اكبر مستوى على مستوى وزاره الفلاحه. هذه مقدمه. السيد ادريسي اخواننا على اتم الاستعداد كما كتلاحظوا انت كتشوف واحد 20 دقيقه او ساعه حاولنا اللي راه فاتح الهاتف ديالو خبرناه، يعني لو كنت يعني خبرتني غير البارح والله يمكن غادي نوجدوا واحد العدد ديال الفلاحه، لان الفلاحه اليوم كلهم رغبه باش 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 يشتغلوا وباش يخرجوا من ديك النمطيه. الله دخلنا السيد ختوخ في هذاك الميدان ديالو في النحل عاد اكسبتوه، لانه ماشي ساهل باش غادي يدخل هذه المنطقه. على اي باش ما نكونوش
يعني سدينا الباب على راسنا في التعامل مع هاد الاخوان. انا كنلتمس باسمكم مره اخرى السي ادريسي باش نشتغلوا على واحد الاتفاقيه اطار، اتفاقيه عامه فيها واحد العدد ديال البنود اللي قدو تدخلوا معنا فيهم هاد الاصدقاء ديالنا الهولنديين في 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 فيما يتعلق بدعم القطاع الفلاحي على المستوى المغاربي. هذا هو باش ما نطولوش بزاف، وغادي ربما السي ادريسي هو راه عنده واحد الفكره، وراه دابا الان شاف الضيعات ديالنا، شاف المنتوج ديالنا، شاف التصور ديال الجمعيه، شاف الافق، شاف البرامج ديالنا، راه تكلم معايا في البرامج كلها والنوايا والتدخلات ديال الجمعيه، شاف كل شيء شنو باغيين باش الا قدر يوجهنا في هذا المجال ويمشي معنا. يعني انا نظن احسن ما يمكن نديروه هو، لان اليوم غادي نقولوا للسي ادريسي غادي يشتغلوا معنا هاد الناس في التسويق مزيان، غادي يمكن يجيبوا لنا خبراء وكذا ويفتحوا لنا افاق ونبداو نسوقوا، وغدا غادي نحتاجوا عاوتاني كذلك باش يدعمونا في تربيه الابقار والى اخره، عاود نفتحوا. انا نظن باش يكون واحد العمل متواصل، واحد يعني تعاون دائم، هو انه نسطروا واحد الاتفاقيه اطار تكون فيها واحد العدد ديال المجالات اللي بغيناها احنا، وبطبيعه الحال غادي يشوفوها هما ونشوفوها احنا ونتفقوا عليها جميع، وديك الساعه يتم التوقيع ديالها في واحد الحفل كبير يكون بحضور يعني السفير، بحضور الناس ديال الفلاحه، ونبداو نشتغلوا على بركه الله. إذن هذا هو التصور ديالي، وغادي نخلي الى ربما السيد ادريسي يقدر يفيدنا في هذا المجال في هذا التصور اللي عندنا، لان احنا عندنا دابا ثلاثه الحوايج اساسيه. الماده ديال الماء الحمد لله بالفضل ديالكم وبفضل الجهود ديال الجمعيه وبفضل الجهود ديال السيد وزير الفلاحه وفرناه الاقليم النظر، وفرناش فقط غير الصبره، وفرنا الاقليم النظر. حنا كنا جينا غير على الصبره، ولكن وحنا كنشتغلوا في الملف وحنا بنتنا الفكره بان هذا المشروع يقدر يفيد الاقليم كامل، والحمد لله لا السيد عامل صاحب جلالة الاقليم ولا السيد وزير الفلاحه كلهم في الدراسات ديالهم عرفوا بان الاقتراح اللي جبنا لهم والمشروع اللي اعطيناهم الحمد لله راه كاين الاخوان هنا اللي بداو من اول وهله في التفكير يفيد الاقليم كامل. اذا الماده الاساسيه موفره، الماده الاساسيه الثانيه في الفلاحه اللي هي الماء موفره، والماده الاساسيه في الفلاحه اللي هي الارض الحمد لله الارض موجوده عندنا، والماده الاساسيه كذلك اللي هو العنصر البشري يعني السواعد موجودين عندنا في هذه المنطقه. اذا دابا الان خصنا كيفاش نديرو نبلورو وكيفاش نديرو نطورو ونفالوريزيو، يعني نحاولو نأهلو المجال الفلاحي باش نخلقو فيه واحد العدد ديال فرص ديال الشغل. هذا هو اللي نقدر نقول لكم، ونخلي الكلمه للسيدي الادريسي اللي يقدر يعطينا شي اجابات حول هذا التصور اللي عندكم، والا عندكم عاوتاني نتوما شي افكار والله مرحبا، لان الاجتماع مفتوح والحمد لله حنا كنتناقشو كاخوان. كيف تحك الباب؟ لان شكون اللي يكره خبير كيجيك بدون مقابل، خبير اللي خدا 50 عام ولا 40 عام ديال الخبره ديالو كيجي كيعطيها لك في واحد الاسبوع، راه حتى هذا راه تبارك الله واحد ربح كبير بزاف اللي ما عندوش ثمن. وكنتمنى الله نكونوا عند حسن الظن، وحنايا يعني وكان ما كانش عندنا واحد نوع ديال التشجيع من عندكم انتوما وكذلك من القنصل ديالنا السي العربي سلامه ومن السفاره ومن الدوله حتى هي، كما قلت لك راه درنا سميتو واحد اتفاقيات كبيره في الصالون ديال مكناس، عندنا مع الجامعه نعاودها ولا مع الغرف ولا، والنتيجه كاينه. واليوم غادي نمشي لواحد الخبير اكبر خبراء اوروبا نمشي اليوم دار يعني، ولكن يمكن كتضيع رزقك فلوس من ناحيه الخبره، ربما كتعطي الماء اكثر، ربما كتعطي الماء اكثر، من ناحيه الخبره راه هنا هو اللي كان، هذا هو اللي خصنا حنا خصنا الخبره، ما نديرش داك الشيء بالافراط غير داك الشيء عشوائي. الاغلام خصنا عاوتاني ولا شي حاجه
خصنا اشنو النوع اللي غادي يخدم لنا هنايا فهاد الصاله هنا كاين شي على حسب المناخ ديال الشهر كاين شي واحد من اخواننا اللي عنده تربيه المواشي لا حتى واحد ما عنده لا مازال عاد ولكن اقرب وقت اعطيني راه كاينين عندنا باغي انا الاخوان والاصدقاء ديالي حاول استيقظ شوف راه عندي هنايا دابا يكون شي تسهيل المسطره بالنسبه للاعضاء داك الشيء في التاشيره الا كان عندهم شي زياره باش يكتسبوا خبره واش كاين شي تبادل واش تبادل المعلومات على الزياره جوج حوايج التاشيره يقتصد في الماء يقتصد في الدواء وينتج وينتج ماشي غادي لكن هذا الانتاج هذا دابا هاد الناس هادو كاع اللي راهم قدامك ضعفاء خصنا نعرفوها ضعفاء اللي عنده اللي عنده بزاف عنده 10 هكتار المخير حصل فيه هاد العام خصنا هاد الخبراء واش يقدروا يعاونونا في سميتو في التسويق شوف ديال 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 هذا ديال هذا المنتوج هذا اللي راه كيضيع والدوله ديالنا ما سايقاش الاخبار كاع نهائيا كاع والله العظيم الا تنعرف الفلاح راهم واحد راه جاري ولا كيعرفوا سيمو كاع جاري والله ما قلع حبه لا بقى هكاك 5 الهكتار بقات هكاك وبدات كيبس حتى طاح هذا واحد جاري واش فهمت كيفاش دابا هنا كان واحد النقطة على من استفاء خاص دير وحدات ديال دابا هذا الشيء اللي وحدات هذا خاص تكتب دابا هذا الشيء اللي كتقول انت الاستاذ مزيان نستافدوا بزاف ديال الحوايج ولكن هذه الاستفاده اللي غادي نستافدوا خصنا فين ندفعوا هذا الشيء هذا الا ما عندناش فين ندفعوا هذا الشيء هذا المخير غادي يخدم معاه ويسمح له راه هذا هو الاساس راه لا ما كاينش تسويق وما كاينش فين نديروا هذه السلعه ديالنا ولا التحويل راه كل شيء حصل التحويل يلا راه كاين الفلاحه هذا العام اللي غادي يمشيو للحبس ما كاينش راه واقعيه ماشي زعما راه وكاين اللي راه مشيو وراه هذا هو الاساس اللي عندنا فهمت الا حنايا مشينا على هذا الشيء اللي قالك سي محمد على الطاقه الشمسيه مزيانه الخبراء يجيو يوريونا مزيان ولكن خصنا اللي عاوننا في هذا الشيء هذا اللي نبقاو يخرج هذا الشيء هذا للسوق ويعرفونا دابا حنا ما معروفينش كاع في سميتو في المغرب ما معروفينش دابا كاين هذاك الشيء ديال التسويق عندنا الكليات ديال كليمانتي الى قلعناها حنايا وديناها مثلا لهولندا غادي يدفع الفلاحه ما الخبير معايا لا انا كنهضر لك على الشعب على المواطن على المواطن مثلا الى قلعنا حبه ديال الشيء اللي كنخدموا حنايا عشوائيا هنا وديناها مثلا لهولندا لهذاك الخبير ديال هولندا ما غاديش ياكلها يقول لك هذه راه مسمومه هذه راه فيها هذه راه فيها دابا اسمع لي باش كتخرج السلعه هذاك السير بويا علم راه كيطلبوا لك واحد العاده ديال السيرتيفيكا منهم ديال البورصه منهم ديال اسي سي بي منهم اللي فيها منهم واحد باش تقدر الماطيشه ديالك تسافر ايه لان كل حاجه لها سبب فضل الله كثير ولكن كيرجع الفضل لكم انتم اللي العمسي تحركتوا والاخر وجمعتونا ودرتوا التواصل مع السي محمد وصلنا لها المرحله هذه الله يجازيكم بخير والصراحه حتى المتابعين اللي غادي ينفعكم واللي يكون خبير دار عليه الرابور وهذا ولكن بالمشاوره معكم انتم كنقولوا حنا خصنا هذاك الساعات هما كيديروا لكم واحد كتسمى بيزنس لينك هذاك داك الساعه تما كنعمرو كنديرو رابور المسائل هذا بلي هاد المؤسسه هادي راه محتاجه ماتريال هاد النوع ديالو هذا كيسيفطو لكم داك الساعه هما لابليكاسيون وكيتحملو هما المصاريف ديالكم تما لهيه المصاريف ديال الاكل ديال لوطيل وديال التنقل ديال جوج د الناس واحد المده اللي كتوصل حتى 10 ايام من 3 ايام 4 ايام حتى 10 ايام هذيك على حسب هذا هو اللي نقدر نقول هذا المنظمه ديالكم تفيد الفلاحه فيما يخص بالطاقه الشمسيه التي
عندنا واحد الاستعاده معروفه في المنطقه اللي كيستهلكوا واحد الشيء كبير ديال اما الغازوال واما الكهرباء. من طبيعه الحال الغلاء الفاحش دابا عندنا لا في الكهرباء ولا في الغازوال. واش يقدر يكون شي تعاون ما بينكم وبين الفلاحه ديالنا في المجال هذا؟ جزاك الله خير. السلام عليكم، الادريسي جمال، كنمثل مؤسسه فيم ديال الخبراء الهولنديين هنا في المغرب. على اثر الزياره اللي قام بها السيد ممثل السفيره نيك تشيلينغ والسيد امين مستجدي، كانوا جاوا هنايا زياره خاصه للمنطقه الشرقيه على حساب الميدان الفلاحي. وعلى اثر هذه الزياره هذه عطات واحد الصدى مزيان للفلاحه، دونك اتصلوا بيا الاخوان باش نجي لعندهم هنايا ناخذوا من عندهم الاراء والتصورات ديالهم وداك الشيء اللي هما كيحتاجوا في الميدان، معلوم ديال الخبره ديال الخبراء اللي عندنا حنايا، لان التواجد ديالنا في المغرب هذه مده 18 سنه، كنجيبوا خبراء هنا بدون مقابل، يعني كيجيو ويعطيو داك المكتسبات اللي عندهم والخبره اللي عندهم هنايا الفلاحه ديالنا. وعلى اثر كما قلت لكم هذيك الزياره دابا جيت هنا، خدينا النقاط الرئيسيه اللي باغيين يحتاجوا هنا الفلاحه في منطقه الصبره، منهم مثلا التعلم ديال كيفاش التقنيات ديال السقي، تقنيات كذلك ديال استعمال المبيدات واستعمال سميتو لي زونغري، يعني باش ما يكونش عندهم واحد النوع ديال الضياع. كاين بعض المرات الفلاح ما كيعرفش كيفاش يستعمل داك لي زونغري في الارض ديالو لي فيرتيليزون، وفي نفس الوقت غادي يستافدوا كذلك من التقنيات ديال الطاقه، كيفاش يستعملوا الطاقه سواء الشمسيه ولا الريحيه على حسب الخبراء اللي غادي يجيو هنا ان شاء الله باش يشوفوا كيفاش من النوع اللي غادي يلق لهم هنا في المنطقه. وكنشكروا بزاف الفلاحه اللي حضروا واللي باغين يزيدوا القدام ان شاء الله، لان احنا كما كنقول لكم كنعطيو الخبرات، والفلاح الى بقى ديما منحصر كيستنى اللي يعاونوا من على برا ولا هذا، راه ما عمره يزيد القدام. واخا تعاونوا بالدعم ولا تعاونوا بكل شيء، الا ما عندوش الخبره راه ما غادي يدير والو. ولهذا خص يعول على راسه ويعول على 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 الخبراء. الحمد لله راه كما قلت لكم كيجيو بدون مقابل، وحنا غادي نتعاونوا معاهم. الدوله راه مجيتها، راه تبارك الله هذاك المخطط الاخضر راه مشى بعيد بزاف، وكنشوفوا حوايج اللي كتفرح. وكذلك السلطات يعني ديالنا الحمد لله عاطيه واحد الاهميه كبيره للفلاحه، الميدان الفلاحي، وهذا هو اللي كاين. دونك حنا كنشكروا بزاف. بعد اولا راكم كاين المشكل ديال التسويق، يعني واش كاين شي خبراء اللي يقدروا يستافدوا بهم هاد الفلاحه في مجال التسويق ديال المنتوجات ديالهم؟ فعلا هضروا عليا هذا المشكل ديال التسويق، المشكل ديال الضياع اللي كيضيعوا بعض المرات، لان اولا كما قلت لهم الناس اللي مشاو بعاد هما اللي كيكونوا تعاونيات وكيتكتلوا بيناتهم وكينشئوا مؤسسات يعني معامل ديال سواء التصبير ولا المهم كيفالوريزيو المنتوج ديالو كيتمنوه وداك من بعد ما كيلقاوش هذا المشكل هذا ديال التسويق. التسويق راه حتى هو علم، راه ماشي غير اجي وحط المنتوج ديالك في السوق، راه علم. وحنا ان شاء الله حتى عندنا خبراء في ديال التسويق غادي يجيو حتى هما باش يحاولوا ما امكن يعاونوهم ويرشدوهم وياخذوا من عندهم هاد العلم هذا اللي مهم بزاف. وكما قلت لكم كنشكر كذلك القنصليه ديال الناظور باسم السيد العربي سلامه اللي تحني لنا هذه الفرصه هذه، وكذلك السفاره الهولنديه اللي حتى هي متبعه هذه الخطوات اللي يعني وغادي وعدونا حتى هما غادي يجيو واحد يعني غادي يخصوا واحد البرنامج خاص لهذه المنطقه ان شاء الله، السيد المستشار السفيره نيك تشيلينغ وكذلك السي امين المستجدي.
وان شاء الله في اقرب وقت غادي نخصوا لهم هنا واحد الزياره خاصه. وانا حنا راهن الاشاره من ناحيتي انا كممثل ديال الخبراء ديال الهولنديين، انا راهن الاشاره في اي وقت وفي اي ميدان فلاحي نوجد لهم الخبير اللي بغاو. وكما قلت لكم بدون مقابل هذا هو اللي كاين. وشكرا جزيلا سيتي زيو سيتي وعلى هاد يعني الالتفاته هذه وعطاونا هاد الوقت ديالهم وجاو لنا هنايا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا زيو سيتي على المواكبه وعلى صراحه الحضور الدائم. اليوم كما تلاحظون هذا اللقاء جاء نتيجه ديال الزياره ديال السيد المستشار ديال السفيره الهولنديه المكلف بتنميه القطاع الفلاحي على المستوى المغاربي، وطلبوا منا يعني بسرعه باش نعطوهم التصور ديال الجمعيه وديال الفلاحه اي مجال اللي غادي يمكن يدخلوا فيه. وبطبيعه الحال انه الموفد ديال السيد المستشار المكلف على المستوى الوطني السيد الادريسي جمال مشكور، اعطيناه واحد العدد ديال التصورات واحد العدد ديال المجالات اللي يمكن يدخلوا فيها. واللي ركزوا عليه الاخوان الفلاحه هو التكوين، وهو كذلك يعني واحد التكوين في التقنيه ديال السقي الموضوعي، لان الان واحد العدد ديال الاخوان اللي عندهم السقي الموضوعي ولكن مازال كيستهلكوا واحد الكميه ديال الماء كبيره، وكذلك في واحد التكوين في المبيدات اللي يمكن استعملوهم في الفلاح. وكذلك اقترحنا باش غادي نديروا واحد اتفاقيه اطار ديال التعاون بين جمعيه الافاق وبين كذلك هذه المنظمه الهولنديه من اجل التعاون في واحد العدد ديال المجالات. هذا اللي يمكن نوضحه للاخوان ديالنا الراي العام، وشكرا لكم زيو سيتي على المتابعه.